مردم دریافتند که رئیس جمهور عملا در ساختار جمهوری اسلامی نقش تاثیرگذاری ندارد. در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی ما از دولت‌های اروپایی می‌خواهیم که این انتخابات را به رسمیت نشناسند. اما حوادث 4 سال گذشته شرایط را کاملا تغییر داد و مردم را به نوعی بلوغ فکری رساند و به آنها کمک کرد از توهم تغییرپذیری جمهوری اسلامی خارج شوند. قبل 42 عاما خرج الشعب الإيراني مناديا بإسقاط حكم الشاه، آملا في تحول بلاده من الحكم الملكي إلى جمهوري ديمقراطي، قبل أن تختطف أحلامه وتطلعاته من قبل سلطة دينية احتكرت كل شيء في يدها حتى منصب رئيس الجمهورية. سبع رؤساء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بداية من الحسن بني صدر مرورا بعلي خامنائي حتى حسن روحاني، وبينهم محمد علي رجائي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد. جمهوری اسلامی در چند دوره موفق شد با ایجاد رقابت ظاهری بین نامزدهایی که همگی از فیلتر شورای انتصابی نگهبان گذشته بودند، مردم ایران را پای صندوق رأی بکشاند. اما حوادث 4 سال گذشته شرایط را کاملا تغییر داد و مردم را به نوعی بلوغ فکری رساند و به آنها کمک کرد از توهم تغییرپذیری جمهوری اسلامی خارج شوند. تتغير الوجوه والاسماء، ولكن يبقى الحال على ما هو عليه: فقر مدقع، وبطالة متفشية، واقتصاد منهار، وجريمة مستشرية، وتصدير للفوضى هنا وهناك. خلال العقود الأربعة الماضية كان يتم تصوير المشهد السياسي في إيران على أنه صراع تناوبي بين الصقور، وهم التيار المحافظ وينتمي له رجائي وخامنائي ونجاد، وبين الحمائم وهم التيار الإصلاحي ويمثله رفسنجاني وخاتمي وروحاني. ولكن التيار الأخير بدأ نجمه في الخفوت حتى أصبح لا يمثله أي مرشح في الانتخابات الحالية، بعد أن رفضت لجنة صيانة الدستور كافة مرشحيه، ليتحول الصراع في إيران من المحافظين والإصلاحيين إلى الصراع بين المتشددين والأكثر تشدداً. در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی مردم دریافتند که رئیس جمهور عملا در ساختار جمهوری اسلامی نقش تاثیرگذاری ندارد و به قول خود این آقایان نقش تدارکاتچی را ایفا می‌کنند. ناظران نتیجه این درک اولیه را در انتخابات سال 84 دیدند که با مشارکت نچندان بالای مردم، احمدی نژاد به عنوان یک اصولگرا و سیاستمدار تندرو روی کار آمد. التيار الإصلاحي خرج من السباق الانتخابي بعد رفض طلبات مرشحيه، وفي مقدمتهم علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري، وهما من أبرز المسؤولين الحاليين في السلطة الإيرانية، كون النظام يتجه بشكل أكبر نحو تعزيز قبضة المتشددين لضمان استمرار هيمنة الحرس الثورية على المؤسسات، ما يعني التدخل في اختيار المرشد القادم. إقصاء المرشحين الإصلاحيين أدى لتحويل المنافسة إلى انتخابات اللون الواحد لانتخاب مرشح واحد، وهو إبراهيم رئيسي الذي يعتبر من أكثر المرشحين المتشددين والقادم من عباءة المرشد. وأثارت اللائحة النهائية التي أصدرها مجلس صيانة الدستور للمرشحين للانتخابات انتقاد الكثيرين، ليس فقط لهندسة الخريطة الانتخابية لصالح فوز مرشح محدد يتم اختياره من قبل المرشد الأعلى والحرس الثوري، بل لإنهاء مستقبل التيار الإصلاحي الذين فقدوا نفوذهم السياسي مقابل صعود المتشددين. در سال 1400 نیز مردم انتخابات را تنها یک نمایش می‌دانند و اطمینان دارند که هیچ چیز در اختیار رئیس جمهور نیست.
نکته قابل توجه اینجاست که رژیم به چنان وقاحتی رسیده که دیگر برایش حفظ ظاهر اهمیتی ندارد و حتی حاضر نیست در ظاهر هم که شده چند نامزد به اصطلاح میانه رو و اصلاح طلب برجسته را تایید صلاحیت کند، حتی با اینکه می‌داند آنها نیز همگی دست به سینه نظام هستند. وليس هناك رأيان في أن تدخل المرشد الإيراني لهندسة الانتخابات لتمكين قبضة المتشددين على مقاليد السلطة جاء لمنح الفرصة للمرشح المدعوم من قبل رأس النظام وهو إبراهيم رئيسي، حيث تمتد سيطرة خامنائي على ثاني أقوى مؤسسة في إيران مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة مكونة من 12 عضوا يعين المرشد الأعلى نصف أعضائه، فيما يعين رئيس السلطة القضائية نصفه الآخر، علما بأن رئيس السلطة القضائية يرشحه رئيس الجمهورية ويصادق على تعيينه المرشد الأعلى. ومنوط بهذا المجلس سلطة فحص وتقييم المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة. وعلى هذا النحو يعد رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا لخلافة حسن روحاني، وتربطه علاقات وثيقة مع خامنائي. و 30,000 زندانی سیاسی رو، 30,000 مجاهد خلق رو در سال 67 قتل عام کرد، از جمله دو تا از دوستان خود من در خراسان در مشهد. ويرى مراقبون أن قرارات الهندسة السياسية للمؤسسة الحاكمة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة المعارضين الذين سيقاطعون الانتخابات في أول رد عقابي على تصرفات النظام. ما از دولت‌های اروپایی می‌خواهیم که این انتخابات را به رسمیت نشناسند و به هیچ وجه به رئیسی به عنوان رئیس جمهور مردم ایران جایی در دولت در سازمان‌های بین‌المللی ندهند. مماشات با این رژیم به جایی نمی‌رسه. 42 سال پیش مقاومت اینو گفته، الان به خوبی به اثبات رسید. مماشات با این رژیم به جایی نمیرسه. رأی ما سرنگونی. ويلوح في الأفق ملامح انسداد سياسي وتعطيل المؤسسات الدستورية وتوتر الشارع، قضايا جوهرية ستمهد لصراع مفتوح على كل الأصعدة وتفسح المجال لبروز أزمات عميقة قد تنفجر في أي لحظة نتيجة مؤشرات الانهيار الاقتصادي والمالي، نتيجة سوء إدارة الثروات وتوزيعها غير العادل، عززها الشرخ الاجتماعي والسياسي الذي سيؤدي حتما إلى اضطرابات تعبد الطريق أمام قيام توازنات جديدة ترفض التعايش مع أحادية السلطة ووهم التغيير.